استقبال ضيوفه في مقره الجديد الاهلي نيو كايرو من كل رموز المجتمع ومن كل المجالات. ابناء الاهلي جايين عشان يباركوا له ويحضروا حفل افتتاح الفرع الجديد في القاهره الجديده، ومن ضمنهم النهارده الاعلامي الكبير احمد موسى وهو ضيفنا دلوقتي. بدايه طبعا اهلا وسهلا بيك ونقول مبروك، انت تعتبر واحد من ولاد النادي الاهلي، فيعني مبروك عليك ومبروك طبعا لكل الاهلاويه. اولا سعيد ان انا موجود معاكم، فرصه النهارده يعني نحييكم كمان على بتابع طبعا شغلكم، فكل التحيه ليكم الاول. مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك على الفرع الجديد. الفرع الجديد مش بعتبره التجمع الخامس، يمكن اقرب للعاصمه من التجمع الخامس، وبالتالي هو قريب جدا من العاصمه الاداريه الجديده، وبالتالي هيعمل نهضه كبيره مع النهضه اللي عاملاها في هذه المنطقه تحديدا او في العاصمه وما حول العاصمه من مشروعات. مبروك لينا كلنا، يعني قريب مننا جدا كمان. عايز اقول للناس الفرع ده هيكون زي ما انتوا هتشوفوا النهارده الافتتاح وهتشوفوا الاحتفاليه الكبيره، وانا متشرف اني موجود مع نجوم الاهلي مع ضيوف النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب طبعا النهارده يعني ايقونه النادي الاهلي وصوره النادي الاهلي، النهارده هنسمعه وهنشوفه، وفرحان ان انا كمان بشوف محبين النادي الاهلي قد ايه من اول ما تدخل على البوابه لحد ما احنا جايين، هو ده النادي الاهلي. يعني استاذ احمد، حضرتك من المذيعين اللي بيقولها صراحه انا اهلاوي جدا، بنشوف في البرنامج رغم ان هو مش رياضي، لكن لما بيبقى فيه ماتش مهم للنادي الاهلي، لما يبقى فيه اي حاجه خاصه بالنادي الاهلي بتطلع وبتتكلم بمنتهى الصراحه، فدي نقطه حلوه برضو بشكل كبير. ما بتخافش من ده؟ لا، انا عمري ما مسكت العصايه من النص، انا موقفي واضح في اي موقف بقوله على الهواء، واللي جوايا بقوله، اللي بقوله في بيتي مع اصدقائي مع بقوله على الهواء. ما عنديش ان انا بقى قلقان من مين، اصل ده بالنسبه لي النادي الاهلي، انا اتولدت بشجع النادي الاهلي، سواء وانا لسه صغير، كبرنا جامعه، بعد الجامعه اشتغلت في الاهرام في قنوات من التحرير لصدى البلد، بقول رايي وهو ده. بالعكس هو ده مهم، ان الجمهور يبقى عارف الراجل ده موقفه ايه، الراجل ده مش هقول والله شويه اهلي وشويه زمان، لا مش كده، انا مش كده. وبالتالي طبعا امبارح كنت بتكلم على الكابتن بيبو، فلقيت ناس بتبعت لي، واحد من الاشخاص يعني عمال يبعت وزعلان جدا، وانت بتقول ايوه يا سيدي انا بتكلم على الكابتن خطيب، بتكلم على الكابتن على النادي الاهلي، انت ايه اللي زعلك؟ في حد في مصر كان اهلاوي، كان زملكاوي، كان اسماعيلاوي، كان مصراوي، محدش يحبش ويقدر كابتن محمود الخطيب؟ كابتن الخطيب الجميع بيحبه طبعا، كل الجماهير المصريه بتحب الكابتن خطيب. مبروك. خليني اسالك على حاجه بس الاول، بعيدا عن الرياضه شويه، وانا عارف انك بتقدم واحد من اكبر التوك شوز في مصر دلوقتي، ومعني ملفات كتير منها سياسي ومنها اقتصادي، شايف حركه الاهلي ازاي بالتوازي مع حركه التنميه اللي بتقوم بيها الدوله ومع توجهات الدوله في التوسعات الجديده والمدن الجديده؟ شايف تحركات الاهلي ازاي على مستوى تطوير البنيه التحتيه والتوسعات في مصر؟ شوف انا لسه بتكلم على العاصمه. أيوة. لسه بتكلم على ما يبقى ليك فرع هنا جنب العاصمه ب 10 دقائق او ربع ساعه من العاصمه. يعني وبالتالي ده معناه ان انت دورك مش رياضه بس. صحيح. دورك النهارده مشارك في بناء الدوله بتعمله. الدوله النهارده بتشتغل على مشروعات جديده، بتشتغل على مدن جديده، بتشتغل على، ما انت النهارده وجود النادي الاهلي معناه ايه؟ كل اللي حوالين النادي الاهلي النهارده هيرفع اسعاره. هيبقى في تنميه بجد، هتلاقي اقبال كبير جدا على العضويه هنا، رغم انها زي ما قال لنا الدكتور سعد شلبي من كام يوم 285,000 وده رقم يعني هيزيد، اللي هيلحق النهارده يشترك طبعًا. هنا طبعًا. بعد سنه الرقم ده هيبقى مرتين وثلاث اضعاف. صحيح. وكمان بالجانب اللي يعني مع الجزئيه اللي احمد اتكلم فيها، كمان في شق تاني اعتقد في غايه الاهميه، وفكره هنا ان النادي الاهلي كمان ماشي بالتوازي مع الدوله، فكره الاهتمام بفئات مختلفه، الاهتمام بالرياضه النسائيه، الاهتمام بمحو الاميه، الاهتمام بذوي الهمم، كل دي ملفات النادي الاهلي بيشتغل عليها يعني مع الدوله تقريبا او بالتزامن مع الدوله، فاعتقد ده شيء مهم. عايزين الافتتاح النهارده ان شاء الله امتى؟ يوم الاحد ان شاء الله. الفرحه الكبيره تكون يوم الاحد ان شاء الله، الفرحه الكبيره الاحد ان شاء الله. ان شاء الله سعيد ان انا يوم الاحد ويوم الاحد ويوم الاحد والحد اللي بعده بقى نبقى هناك نرجع بالبطوله ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله مبروك وبشكركم، مبروك. انا سعيد ان انا موجود معاكم. شكرا، شرفتنا وشكرا ليك ومبروك ليك مره ثانيه. شكرا جزيلا.